ايش الممارسات التي بيقوم بها المتمردون ضدكم كمواطنين؟ يخربوا ويضربوا الناس ويضربوا المساكين ويخربوا البيوت ويشلوا حق الضحافة وحق المساكين ويقتلوا العسكر والمواطنين. طيب انا اشوف الان سلاح في يدك، ليش تبزي؟ والله لا يقاتل مع القوة المسلحة. والله سمعت انهم يعني انت كنت تحرسي بيتك. كان احرس اقسم بالله في رمضان احنا عارسين 24 ساعة ما كان نخرج الا وقت الاكل، ندخل وقت الاكل ونخرج. كنت حسين دي كان حرسنا بالبندق والكل. طيب ايش تعملي فيهم اذا شفتي من هؤلاء المتمردين؟ لا انا شفت انا مني لا اضربهم بالسلاح. تقتلي؟ اي والله يحب اليمن والوطن وقوه المسلحه والامن والرئيسنا الله يحفظه. الخونه المتمردين بياعين ضمير. طيب يا حجه ايش الممارسات اللي بيعملوها في الناس الذي ما بيتعاونوا معهم؟ كيف نحن سمعنا انهم يعني اعتدوا على ناس يعني يرفضون انهم يقدموا لهم غذاء. رافضين وغذاء ورافضين وشالين حق المساكين وحق الضعفاء وقاتلين النفس المحرمه دي حرم الله. ايش تطالب بها الدوله انت؟ طالب الدوله انهم يهوديين انهم. طيب انت مستعد تقاتل؟ وانا مستعد اني اقاتل ويحيى ابو لي اهلي.